مشروع عين على الصين السينمائي لشباب هو نشاط ثقافي نظمه المعهد الدولي لنشر الثقافة الصينية، وموله الصندوق الثقافي ويلين لجامعة بكين للمعلمين. منذ إنشائه في عام 2011 تمت إقامته لسبع مرات متتالية. شارك في المشروع 405 شباب من 48 بلدا نزلوا ب 23 مقاطعة، وقد تم إخراج 404 أفلام قصيرة بشكل جيد بالدعم والمساعدات من الطلاب والمعلمين المحليين، وقد حصلت هذه الأفلام على أكثر من 50 جائزة دولية. مشروع عين على الصين يحدد موسوعات مختلفة كل سنة، على سبيل المثال المدينة، الساكن، الثقافة، والإنسان، والعائلة، والوطن، والسحر، والعرق، والثقافة، والحرفة، والتراث، والإبداع، وما إلى ذلك. دعا المنظمون المخرجين الشباب إلى الصين لإخراج الأفلام القصيرة بذاتهم عبر عيونهم على الصين وشعورهم بمشاعر الصين من أجل حكاية القصص الصينية ونشر الصور الثقافية الصينية وتلمس نمط عرضها في النظام الدولي للمحاضرة. I'm from Slovakia. My name is Saad Simkhan. I am from Pakistan. My name is Hadar, filmmaking student from Israel. My name is Bart, and I've come from India. Hi, my name is Gorian. I'm from New Zealand, and my keyword is learning. And my keyword is game. Awe inspiring. Communication. Presence. Intense. Enjoy. Connection. Fresh. The adventure. Diversity. Massive. I would say my keyword is wow. Environment for me, I never thought I'd ever come to China. When you go outside of yourself and what you know and are comfortable doing. And spending time with the family who lives there. I guess I wasn't expecting what I learned. I learned so much about everything, about the custom, tradition and... I'm trying to do my best with that problems and keep going. I think it's still growing. And developing. It's a very good experience to have it, like to touch the culture through the Looking China project. This experience is something that I would like to take with me for the rest of my life. Discovery의 내용은 말하자면 중국 학생과 한국 학생들이 중국 문화를 탐방하고 중국 문화를 사랑하는 그런 열정을 발견했다는 것입니다. China is warm, it's welcoming, it's hospitable, and it is full of heart. إن معاهد كونفوشيوس في جميع أنحاء العالم والمراكز الثقافية الصينية قد سدت الاحتياجات بين شعوب الدول العربية للتعرف على الصين، وبنت الجسور لتعميق الصداقة وتعميق التعاون بين الجانبين، وقد ازدادت مشاريع تبادل الزيارات بين الشباب من الجانبين. جدير بذكر أنه قد تم تأسيس برنامج سفراء شباب الإمارات العربية المتحدة في عام 2012 برعاية ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث أن برنامج التبادلات الدولية بضيافة ديوان ولي عهد أبو ظبي ومشاركة وزارة خارجية الإمارات، ويهدف البرنامج إلى دفع معرفة شباب الإمارات الشامل للصين وتوطيد علاقات التعاون الودية التقليدية بين البلدين.